تدير كم عدد الطلبة في الجامعة الحاسب الأمريكي؟ في حوالي 800,000 و 800,000 تقريباً 800,000. يعني كيف تحفزون الطلبة على الذهاب إلى التعليم المتوسط؟ من الثانوية. لا هو من الشغل لأن ثقافة تخرج من كلية الأدب ولا من كلية الحقوق يعني مصيرك جل مصير هم البطالة. أما المتخرج من هذه المعاهد فحدودهم في الشغل أكثر بكثير من حدود المتخرج بالجامعة. إذن الآن التجربة أظهرت الآن هناك قطاعات طيران مثلا والسيارات لا نجد تقنيين في هذا المجال. إذن نتكلم وهذا الأسبوع جلالة الملك استقبل الطلبة المتميزين التلاميذ المتميزين في التكوين المهني وأعطاهم ما استقبل الجامعيين استقبل هؤلاء لتجيئهم على التحفيز مع ذلك تجاوز موضوع ثم هذا يأتي من الثانوية العامة الثقافة المجتمعية تجاوز الموضوع أيوة الأردن الكل بده جامع مكتب طبيب أيوة أيوة نظرة مجتمعية لا أنا هذا المغرب تجاوزوه ففي التلفزيون أقول لهم أن الثقافة متجاوزة ابني مهندس ابني طبيب عادي ثقافة متجاوزة طبيب هناك طبيب ربما ما وجرته دخله الشهري قد لا يكفيه ولكن الآن تشتغل في قطع السيارات في طنجة ولا في قنيطرة ما توجد تقنيين إذن الشغل موجود في هذا المجال إذن لابد من خطاب وثقافة تغير الثقافة قوية الآن إذن كل مدى المعايد موجودة مليئة بالطلبة والطلبات كثيرة في امتحان في امتحان الولوج المراكز تكون مين يعني نعم. مش من هبة ودى ليست مفتوحة في الجميع إذا ربما هناك من لم يجد موقعا في تكون مهنية يأتي الكلية ما هذا أيوة أيوة فعلا أنا ويدين تغير الثقافة لكن هذا أخذ وقت طويل لأن فعلا قبل 15 سنة الراسبون هم الذين يذهبون إلى التكوين المهني الآن لا في من يحصل على 15 ولا 16 على 20 ويتجه نحو التكوين المهني الطائرة الآن قطاع يحتاج إلى آلاف الآن شركة واحدة طلبت مني 700 مهندس و 800 تقني شركة واحدة الآن نعد برامج معهم لتكوين هؤلاء في يعني في سنة سنتين تغيرت الثقافة في المغرب طبيب لا زالت لم تتغير بالنسبة للطبيب الكل يريد الطب ولكن بالنسبة للمجالات أخرى يعني الحمد لله هناك تطور في هذا المجال خاصة قلنا 5% حتى نشجعهم يطلعوا المدارس المهندسين متفوقين متفوقين ايوه اذا ارادوا ايوه 5% من المقاعد مخصصه لهم